خلينا نقف عند مرض السكر. مرض السكر البعض ممكن يقول لك ان هو ملوش علاج، البعض ممكن يقول لك ان انا خلاص طالما جالي سكر ان انا هنا مفيش حد ممكن يلحقني. لا، احنا عندنا زي ما قلنا ان في النوع الاول والنوع الثاني، وطبعا كمان الاطباء هم متخصصين بالكلام ده، ان هم ممكن يوضحوا لنا اكتر بشكل كبير جدا ان احنا هل لو حد يعني عنده بوادر كده ان هو لا قدر الله ممكن يصاب بالسكر، هل هنا ممكن يلحقه ولا ما يلحقوش؟ ولو حد كمان هنا برضو خلاص دخل في المرحلة دي، هل هي نهاية العالم؟ لا، مش نهاية العالم. لا طبعا، أكيد بيتكيف مع الوضع ويتماشى معاه. بس هو يعني بيكون اعتقد عامل زي مثلا ضيف، بس هو ضيف هيبقى في حياتك كده مطول شوية، ولازم تحب الضيف ده. لازم طبعا لازم هتحبه وهتحسن استقباله. انت بالمختصر يعني مفيد ان انت بتحاول تتأقلم، بس بتعمل لحياتك اكتر نظام بتبقى ماشي عليه، من ناحية اكلك، من ناحية الرياضة، من ناحية الممارسة عامة على مدار اليوم. هو ما بيكونش نهاية العالم، لا بالعكس، انا اعتقد ممكن يكون في ناس لو جالهم بيكون تحدي ليهم جديد ان هم يثبتوا ذاتهم اكتر واكتر، وان هم اصلا ينسوا الموضوع ده ويتأقلموا معاه بطريقة طبيعية جدا. فدي حاجة اعتقد ان هي بتكون لبعض الناس محفزة، واكيد برضو بيأثر نفسيا في لبعض الناس، لكن في الاول او في الاخر العامل الذهني والنفسي بيكون الدعم الرئيسي ليك في اي حاجه انت بتواجهها في حياتك. مظبوط. هو يمكن احنا بنتكلم احنا مش جوه الموقف، ولكن الناس اللي بتبقى جوه الموضوع باكيد اول لما بيعرفوا ما بيبقاش الموضوع اظرف حاجه، او بيكونوا متضايقين او حاسين فعلا ان هي نهايه العالم زي ما كنا بنتكلم، او اذا لا قدر الله انا ممكن في اي وقت يحصل لي اغماء، اي وقت ممكن ان انا اتعرض ل اسمها ايه، بيبقى اسمها نوبة سكر. بالظبط. فبيبقوا طول الوقت حاسين ان انا دي حاجه جديده عليا، وان انا طول الوقت انا معرض للخطر. ولكن زي ما كنا بنتكلم كده، لو الموضوع صاحبناه او اخذناه بشكل ان هو حاجه هتنظم لي حياتي، يمكن يعني نستقبلها شويه بشكل احسن. فكره ان انا هتبقى حياتي بعد كده باكل اكل معين، والاكل ده على فكره بيكون اكل صحي، بالعكس طريقه اكلنا اللي المفروض بتتماشى عكس السكر هي دي اللي غلط. فكرة ان انا ابقى بمارس الرياضة بشكل مستمر، دي حاجة المفروض انها تكون موجودة سواء انا مصابة باي مرض او لا. ففكرة ان هو بيخليني امشي على لايف ستايل صحي زي ما انت قلت، ممكن فعلا يغير في حياة ناس، ولكن اكيد في الاول من حق كل الناس ان هي تتضايق طبعا. طبعا ده اكيد يعني. طيب بصوا، برضو من ضمن الناس يمكن اللي بتحاول ان هي توعي الناس وبشكل يعني فعال على ارض الواقع، او بشكل فعلي على ارض الواقع يعني، من خلال المبادرات وكمان التواجد بقى بشكل يعني مباشر مع الناس، وكمان من خلال الكتب والفيديوهات والندوات وخلافه طبعا، وهي مبادرة هامة جدا اللي اسسها الدكتور عمرو عمر، اسمه فني وحلو كده، دكتور عمرو عمر. وهو عمل مبادرة حلوة قوي اسمها افهم سكر. ايه افهم سكر دي؟ هي مبادرة بيحاول يعرف الناس، وبالاخص كمان يوعي الاطفال والاهالي، يعني يا جماعة ازاي نتعامل مع المرض ده، ازاي نبقى عارفين نتكيف على الوضع معاه. وبرضو مهم جدا ان احنا يكون عندنا ناس متخصصة، وناس كمان يعني فاهمة بشكل علمي وطبي، ان هي تعرف ازاي توصل المعلومة بشكل بسيط وسلس للناس. لان احنا برضو خلي بالكو، على قد ان احنا بنحاول نوصل رسالة للناس، وعلى قد ان احنا بنحاول يا جماعة نتك على بعض الحاجات كده علشان خاطر ايه يعني نركز فيها، لكن احنا مش دكاترة، مش احنا اللي هنتكلم بشكل علمي، الاطباء هم اللي ممكن بيحددوا ده. وكمان لازم الاطباء يعني يوضحوا للناس، ولو في حلول يقولوا عليها، ما يبقاش في مشكلة يعني، ما يبقاش الموضوع انت عندك سكر وخلاص، لا مش كده، نفهم الموضوع ابعاده ايه، هل ليه علاج ولا ملوش علاج، هل هنا في خطر ولا مفيش خطر، السن هنا بيفرق ولا ما بيفرقش، الولد عن البنت، هل هنا الموضوع بيختلف برضو ولا لا. كل حاجه طبعا مهمه في ده. صح. واعتقد كمان فكره التوعيه مهمه جدا، لانه بعض الناس بقى بتفتي يعني. مثلا انه حد يحس ان هو دايخ او هبطان او كده، فيقوم مثلا مديله حاجه مسكره، فالموضوع ممكن ياثر عليه بالسلب اكتر. بالظبط. ويمكن في ناس بيبقى عندها مثلا حاجه اسمها مقاومه انسولين، ودي مختلفه تماما عن السكر. في ناس تانية عندها اساسا ان الانسولين بيتفرز ازيد من اللازم في الجسم، فمهما كان
اكلت حاجات مسكره وبيتفرز كتير فبيحرق الحاجه دي في وقتها، فطبيعي احس بنفس الهبوط اللي ممكن يحصل لحد عنده صح. سكر. ويمكن انا واحده من الناس اللي اتحطيت في الموقف ده، ان انا يعني دايما بيشخصوني غلط مش عارفه ليه. انت موعوده بقالك فتره وطلع ان هو لا، انا جسمي بيفرز انسولين زياده عن الحد الطبيعي. ففكره التوعيه انه ايه الاعراض والمفروض اتعامل ازاي مع كل حاجه بتحصل لي حتى لو حاجه طارئه، وازاي ان انا ما اسمعش للناس اللي حواليا انه حد اللي هو خلاص بقى ما تدخليش نفسك في دوامه الدكاتره، وخدي حاجه مسكره، خدي معلقه عسل مش هيضرك. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. بيقول لك بيقول لك ايه، بيقول لك عندك اعراض لا خد معلقه عسل نحله محترمه. انا افتكرت سريعا كده قبل ما اخرج، يعني مش هخرج من الموضوع، بس استاذ محمد صبحي طبعا كان دايما يقول لك ايه، هو مين اللي بيقول لك؟ ايوه بالظبط، احنا عايزين نعرف، عايزين نعرف مين بيقوله او بيقول لك، مين صاحب المقوله دي او الكلمه دي. بالظبط، هو مين اللي قالوله؟ طيب خلينا ممكن نتكلم اكتر عن حته المبادره